تحب الكلب، الكلب يحبك، يخاف منك، ينفذ أوامرك. تحب الكلب، الكلب يحبك، يخاف منك، ينفذ أوامرك. خوف هنا بحب، مش خوف بس، خوف بحب. لما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصباحك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. بتنضفوا ايه والارض ناشفه؟ يعني بتنضفوا الارض ناشفه ولا ايه؟ طب انا هشوف الكاميرا بقى كانوا بيعملوا ايه. ماشي الارض ان شاء الله طالع عين نضفوا الاول ونظبطوا السطح وبعد كده هنبتدي مع الكلب الجولدن اللي بيغير على اكله. ناس ياما دخلت اتفزلكت وناس ياما ما تفهمش وبتقول اي تعليق وخلاص. الكلب اللي بيعض صاحبه على الاكل بيبقى كلب، يا اما انت جبته كبير او كلب عندك من صغره كان كده هو بيغير على الاكل وانت ما بتعملوش اي حاجه وبتسيبه. اتعود وكبر على هذا الاساس بقى انت لما تيجي تقرب له الاكل الكلب يعمل ايه؟ الكلب يعضك يزوم على الاكل، لو انت ما علمتوش من صغره يبقى هيكبر كده يعضك. طيب وفي حاجه ثانيه برضه يخلي الكلب يعضك، قله الاكل مع الكلب. لو الكلب بياكل على بقله اكل او مثلا باكله كل يومين ثلاثه مش مهتم بيه بالاكل بتاعه بالوجبات، لما بيجي بيشوف اكل بيبقى مسروع على الاكل، بيبقى عايز ياكل الاكل بسرعه، مش عايز حد جنبه وخايف ان الاكل يخلص. هنشوف الكلب الجولدن النهارده ايه الوضع وعمل ايه معانا. طبعا احنا حبينا الكلب الجولدن وخليناه يحبنا عشان يبتدي يسمع كلامنا ويبتدي يخاف مننا وما يخشش على الاكل بهذه الطريقة. هنجربه النهاردة مع الكاميرا الكلب بيعمل ايه معانا ويلا بينا. يلا ننظف الاول كده اهو بعد كده البوكسات. طبعا احنا لما بنيجي ننظف زي ما جينا قلنا قبل كده بنجيبه كتول او فينيك او معطر ارضيات نرشها كده اهو عشان يبقى ريحة كويسة وريحة البوكس بتاع الكلب كويسة ومفيش اي تفاضي صح؟ كده اه نضفه من البلاستيك بتاع دي وبعد كده طلع الجرو. لازم كده اهو اول اسيب الميه ترش فينيك او ديفول او اي معطر، لازم كده اهو اللي انت بتطهر الارض بتاعتك. كلور فينيك ديفول كل دوت بيبقى كويس قوي. نشطفه اقفل الباب دوت وطلعي سيب الكلب دي تطلع. يلا افتحي بقى الدرامه دي. يلا بابا عشان انا حاطط هنا صابون وحاطين صابون. ايه يا عم؟ يلا بابا ادعك تحت الارض ادعك الارض يلا عشان الصابون. اوعى ماما اوعى ماما. يلا ما وصلكش. حاضر بس كده بس مفيش ميه انا اللي اتبهدلت ميه. يلا كيف مربوط فيه يلا Hey, hey, hey.
يلا بابا. بأمانة قلت إيه؟ ها؟ قول إيه يا بأمانة قلت إيه لما عملت كده؟ جبت المية بس سريع عشان ما توسعش بقى. كده معقول فيه؟ يلا بابا، يلا بابا خش على البوكس. بس بس. لما حاجه لازم النجر دي تبقى على طول كده ميه، لان دي بتعمل بيبقى فيها الريحه بتاعت الحمام، ولما بتيجي تقف في النجر طبعا عشان الريحه هتبقى جامده تتعب الكلام بتاعك، يعني ريحه الحمام تتعب العين. يلا مروان عشان الكلبه دي هتتوسع، شيل على البوكس بتاعها. يلا يلا كده نضفنا البوكسين، فاضل الاموره جولي. يلا افتحي للكلب. في الباب كده لوجي ماشي. يلا خلاص سيبها ماشي انت، يلا كمل حياتك. وادي جولي، خلصنا البوكس اهو، دخلناها اهي هتخش دلوقتي. يلا اكلك جوه. يلا شديت بالمساحه. يلا كده فاضل الكلب الرد. يا جماعه الكلب الرد دي للبيع يا جماعه، لو اي حد محتاجه سنة وشهرين دي بتاعت ناس حبايبنا، هي والنتاير بيتبول، هي ب 3.5 والنتاير بيتبول 2.5. جدع كروانة، شاطر شاطر، شايفين كروانة عامل مجهود جامد لسه، ده انت هنتفرم لسه في المزرعة هناك. يا ريت بس يكون منظف كويس ماشي، كده كده هتنظف تاني عادي. شاطر يا كروانة، يلا تعالي. خد يا روزة. ميتها فين؟ اتشي حلو. يلا ميتها مليانة؟ ميتها وادي ميتها تمام اهو، كده ناقص لنا بقى الأرضية ونجيب بقى كلب الجولدن ونشوف ايه الدنيا معاه. يلا بينا. يلا يا جدعان بدل ما انتوا عاملين تلعبوا كيدز. شاطر يا كروانة شاطر، بس اصبروا. يلا كده طبعا زي ما انتوا شفتوا، ما وريتكمش صح، ادي السطح اهو. طبعا ربنا يبارك في عيالي طبعا زينة ومروان، طبعا المجنون الكبير في المزرعة. طبعا نضفنا هنا البوكسات والأرضية وتمام وكله خالص الحمد لله. طيب أهم حاجة بقى، ماشي ماشي يلا حط. طبعا في مننا عندهم كلاب ياما بتبقى خاسة، كلب تعب سخن، كلب قطع الأكل وخس، كلب لسه جايبه جديد خس، كلب كان عندي هنا أهو جاله دور برد أو سخونية وخس. طب أعمل إيه عشان أدخن الكلب؟ لازم عشان الكلب
يتخن اشتغل مع الكلب وجبتين او ثلاثة. او لو انت مش في المقدرة تديله وجبة واحدة مفيش اي مشكلة. بس الوجبة دي بقى ممكن عشان عبارة عن ايه عشان تدخل الكلب. يلا بينا اوريك. ايه بقى؟ مش هنقوله بقى خلطة سحرية ولا الكلام ده؟ لا. هوري لك دلوقتي ده ايه؟ ولما يخش الكلب ياكل هل هياكله ولا لا؟ قربها كده. طيب. الوجبة دي كفيلة اللي تدخل كلبك في ظرف اسبوع. بابا معايا بابا؟ معاه. طيب. هنشوفوها دلوقتي لما تدخلوا الكلب. طبعا الكلب الوحيد اللي خاسس هنا اهو الكلب البلدي عشان لما غيرنا له المكان من هناك هنا اهو الكلب قعد 3 4 ايام اكلته ضعيفه ما ياكلش. هنشوفه دلوقتي لما نيجي ندخله هيعمل ايه مع الاكل. ومعاه جايب. وانا معاك يا حبيبي. يلا بينا. طبعا هنشوفه بقى الوجبه مع الكلب هتبقى عامله ازاي. هياكل. سيب يا ماما. طبعا الكلب ده خس لما جبته من المزرعه هنا اهو وعطيته شوربه عشان تظبطه فراح طبعا خس اكتر. وبنبتدي بقى نديله كده اهو الوجبه دي عشان يترمم ويرجع زي الاول. بس بس طبعا زي ما انت شفت الكسريلا كانت كبيره ازاي. شوفه برضو وهو بياكل. فمحدش يقول لك لا ده انت حطيتها شلتها اخدت منها. لا شغاله. دي واحده يا بابا. ايه؟ دي مبرد. دي؟ ها؟ ايه؟ زي ما اطفالي من النهارده الصبح. ان انت اطفال. ماشي يا حبيبي. اه. حلوه؟ اه. بالموت. هتاكلها ازاي؟ يعني ايه؟ وحشة؟ جميل؟ لا أنا عارفها. لا يا حبيبي. لا حلو خلي بالك. طعمها حلو. أخذ منها الصبح وكان عاجباها. خشي قدام شوية. بونبوني جامد فظيع. بونبوني فوري ايه؟ طبعا ممكن نديله الوجبه دي ونديله رجول ودماغه برضه يساعد معاه. هاتي كازاريلا كده في البروز. كازاريلا عندك جوه هتضيف فريزر. كازاريلا جوه عندك هتضيف فريزر. ايه اللي عايزه انت عشان تسمع؟ قرب عليه شوية. قرب شوية. يعني الحمد لله. واهو فاضي يا دوبك حاجات بسيطة. اهو دي كاملة. الوجبة دي حلوة قوي قوي قوي. تدخل كلبك وتظبطه في ظرف اسبوع بس. دي عايزة كل يوم تعملها او يوم ويوم لان هي برضه يعني ايه مش هنقوله مكلفة قوي برضه.
يعني لازم تديها له دي مره ومره وجبه الرجول والدماغ. يلا بقى نكمله مع الكلب الجولدي نشوفه ايه دي. تعالى بقى فوق الكلب طبعا هنشوفه بقى الوجبه كده اهو مع سيمبا الجولدي. مروان هيطلع يجيبه ونربطه ونشوفه الدنيا، بس هنبعدوها عنه دلوقتي عبال ما نربطه عشان نشوفه الكلب هيعمل ايه. يلا بقى انا بصور. سيب ديفندر سيبه على سيب ديفندر. روح يلا بقى تعال هنا تعال هنا بس تعال هنا مالكش دعوه بحد تعال هنا. طبعا سيمبا لما كان بيطلع كده اهو وفي كلاب الناحيه الثانيه معاها اكل ما كانش بيوصل. هات بقى كده الاكل. سيت لا اقعد. انا قايل لك اقعد ولا سيت؟ سيت اقعد. طب ايه سيت ولا اقعد انت؟ اقعد يلا اقعد اقعد لا اقعد 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 يبقى اقعد. ان انت على حسب ما بتعود الكلب بتاعك. لازم تعود الكلب بتاعك اللي انت تقدم له الاكل بايدك عشان الكلب يتعود عليه، مش انا ارمي له الاكل واحطه في البوكس وخلاص كده اهو اهو. انا عايز اشوف كده بقى طول الجنزير. بص اهو بيشاور عقله اروح عليه ولا لا؟ لا تعال. لازم كده لازم تعلمه الادب يبقى خوف واحترام صح ولا لا؟ انا هحط كده اهو لا لا عيب 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 الناس كده شايفانا عيب. تعال هنا لازم تبقى عامل حسابك في الجنزير. تعال يا سيمبا تعال 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 هو عايز يروح على الاكل اللي هناك. خد ايه خد تعال 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 لا طب خد تعال لا ما تشدش كده مش كده واحده واحده وهي مش محتاجه فزلكه. واحد يقول لك لا ده الكلب ده مش عارف ايه ده الكلب عدواني لا ده الكلب هادي ده الكلب مش عارف. لا هو الكلب بيعوض على الاكل. تعالى يا حبيبي تعالى ما تنتش كده ما تنتش بالراحه. انا بحاول انا لما اديله ما ينتش. النتشه دي تعضك هي عضك في ايدك لكن لازم واحده واحده كده. يبقى انا هقربه شويه كده. هو أمنية حياته يحطني. تعالى هنا تعالى تعالى يا سيدي تعالى لا كده مش هديلك لا مش هديلك. خد ايه هدي البتاعة دي كده عشان القعدة دي هتطول من عليها. روح هناك امشي امشي هناك يا بنت هناك امشي ورا روح هناك يلا امشي يلا مروان امشي شكرا تعال 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 يا سيمبا
سيمبا. ادي بفضل معاك كل يوم كل يومين كل اسبوع لغايه ما يبتدي يتعود ما يعملش كده، لان هو ما بيحبش حد على الاكل ابدا. الكلاب لو تقرب منه عايز يفترس. تعالى سيمبا، سيمبا خد اكل. مش هديها لك، هتعمل كده مش هديها لك. زي ما تشاهد بص عايز يعني عايز يخش وخايف يخش ايه يعض، لكن لو انا قربت له هيعضني، لكن انا بشتغل معاك واحده واحده بالهداوه. تعالى سيمبا. لازم الكلب عشان خلاص تخليه يبقى لازم تبص، انا احطها ما يعملش الحركه دي كده يعض لسه برضه. هو قلقان وخايف وعايز يخش وعايز ياكلها. انا قلت ايه؟ قلت ايه انا؟ لا اقعد اقعد يا سيمبا. خد اقعد 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 اقعد. هو الود ود افترسني امسكني اعملني كفته. ايه ده بابا؟ ايه ده؟ وده واحده ايه؟ لازم تطول بالك ولازم تشغله على دماغك، ما تشغلش على دماغه هو. لا بص انا لما بسيبها هيعمل ايه؟ اهو الاول كان بيهوى ويخش، هنا بيعمل بس بيعمل ايه؟ هو بيخوفك، بيشوف رد فعلك ايه. لو انا خفت منه وترددت هو هيسيطر عليا ويروح داخل عليا ويروح عاطيني عضيته، لكن انا لو رحت انا مزعق له وقايل له اهي 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 بص هو بيعمل ايه، لكن مش قادر ان هو يكون خايف وحابب ازعق له اضربه اشيل منه الاكل كده، لكن لازم اسيطر انا عليه. خليه يشوف صاحبه بيعمل ولا بيعمل، لازم واحده واحده كده. طيب انا عايز اجرب كده اهو، نجربه الوجبه معاه. هاتيلي الكازاريلا كده الثانيه اللي لازم وانت بتاكله لازم هو يحس ان انت ايدك معاه. خد يا حبيبي. ولكن برضه لازم تبقى بحذر، لان ممكن وانت بتعمل كده اهو يروح جاي عاطف. لازم القصة دي تعملها يبقى الكلب جعان عشان تعرف تسيطر عليه. جعان اعرف ان انا اشوطه هو ما يشوفنيش، هو يشوفني انا اشوطوش كده اهو. لازم كده بص هو بيعمل ايه. بص بص اهو اهي. لا 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 اسف لا عيب عيب عيب. لا لا يا حبيبي لا كده عيب كده عيب. انا بدي لك اكل اهو كده. لا لا كده مش هديك اكل. لازم كده اهو واحده واحده عشان يعرف ان انا ايدي بتبقى في الطبق اهو. اخد كده واديله كده اهو. ليه؟ عشان يعرف ان انا ايدي في طبق الاكل. انا بحاول بقدر الامكان اللي انا احطها بص تبقى ايه بعيد عليه، فلما يقرب بوسه يبقى ايه عارف اللي ايدي هنا اهي. لا كده لا كده غلط. لا
بصوا بقى هنا عمل ايه؟ لا 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 بحاول ان انا ابعدها عنك. اديني كده اي عصايه اي حاجه كده اهو تبقى في ايدي، بس الخرزانه الصغيره الرفيعه دي انا عايز حاجه تبقى في ايدي لان لازم هو يخاف منك. بص كده انا عايز دلوقتي احطها هنا اهو عشان هو ما يطولهاش، عشان انا اقرب منها عشان هو بص اهو. ماشي اي حاجه صغيره بس ليه؟ عشان يتأقلم اللي انا اخد منه الاكل واديله الاكل مفيش اي مشكله. عمل عبيط اول ما شاف العصايه. تعالى سيمبا سيمبا تعالى. ما اضربش لكن ممكن اخبى على الكفاله كده، ممكن على الارض احسسه اللي ايه اللي انا اقوى منه. هو ده سيمبا تعالى. هقرب بايدي عليه اشوف هيعمل ايه. هنا عمل ايه؟ ما كشرش عشان شاف الخشب اهو. جربها كده تاني وخبط على الكفاية كده. تعالى يلا خد السم. واحدة واحدة هيبتدي يتأقلم يعرف اللي انا بديله الاكل والاكل بتاعه موجود مش هيخلص. ممكن يكون هو خايف ان الاكل يخلص ما يلاقيش تاني، ربنا يعلم. كل بس تعالى سيمبا يلا تعالى حبيبي تعالى يلا. فلازم تشتغل واحده واحده. تحب الكلب، الكلب يحبك يخاف منك ينفذ اوامرك. تحب الكلب، الكلب يحبك يخاف منك ينفذ اوامرك. خوف هنا بحب، مش خوف بس، خوف بحب. هنا بقى لما الاقي خلاص مفيش زوم مفيش ده مفيش ده، هنا عايز اشوف لما اقرب العصايه من الاكل هيعمل ايه. الزوم زومه خفيفه. بص هنا ما يقدرش يقرب. ليه؟ عارف اللي انا ايه؟ هخوفه. هنا يقرب امتى؟ لما انا اقول له خلاص كل يا سيمبا يلا خد اهي يلا تاني كده. كل ده امتى؟ والكلب جعان عشان اعرف اسيطر عليه في وقت جوعه ووقت افتراسه للفريسه اللي قدامه. طالما كده خلاص خلصت ما تقلش عليه، سيبه كده اهو واديله الاكل عشان يطمن وياكل. طب اجرب حاجه قبل ما امشي كده اهو. هقرب جنب الطبق كده اهو. لا خد يا سيمبا تعالى. خد تعالى تعالى سيمبا تعالى تعالى خد يا سيمبا تعالى. طبعا الكلب ده كبير في السن غدودي قوي على الاكل، فطبعا العمليه مش سهله، العمليه لازم تاخد وقت معانا. تعالى خد يا سيمبا. وكده هتكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونتمنى تكون قصرتنا. وانا سادتي وسادتي فتعالوا في القناه. وانا اللي كنت